عودة للمسائية، إذ تعرض الفنان أحمد سعد لانتقادات حادة في الأوساط الفنية بعد فيديو افرض ضريبة على الكلام، في الوقت الذي طلبت فيه أصوات بنقابة الموسيقيين بضرورة اتخاذ موقف حازم وحاسم ضد المطرب الذي اعتبره البعض إساءة لمصر. في غضون ذلك تلقى النائب العام بلاغا ضد الفنان أحمد سعد بتهمة يتهمه بإثارة الفتن ونشر الأكاذيب ومحاولات خلق الفوضى. وقال المحامي أشرف فرحات مقدم البلاغ أن سعد خالف ما وصفه بحرية الرأي والتعبير محاولا إثارة الفوضى في البلاد وخلق ثورة الجياع. ضريبة على الكلام، على الابتسام وعلى السلام. أعمل ضريبة على اللي ميت من المرض لأنه مش لاقي الدواء، وأعمل ضريبة على اللي ماشي وهو ساكت ما هو ماشي يتنفس هوا. وافرض ضريبة على السعادة سميها تمن الانبساط، وخد إتاوة من اللي نايمين على البلاط، واعمل ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السماء، واعمل ضريبة على العيون ما هي برضو أحسن من العالم. سيادة اللواء، يعني رأيك في هذا الأمر؟ يعني يتعرض أحمد سعد عبر عن رأيه بشكل فني ويقدم عمل فني على صفحته على الفيسبوك بشكل أو بآخر ضد هذه القرارات أو ضد ما يحدث، يقدم بلاغ أنه يحرض للفوضى وثورة جياع، كيف ذلك؟ من حق كل مواطن وفقا للقوانين والمواثيق والدساتير، أي مواطن يشعر أنه متضرر له الحق في أن يتقدم ببلاغ للجهات الرسمية، ثم الجهات الرسمية لها أن تقوم بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، لها أن تأمر بحفظ الدعوة إن لم تشكل نوع من الجرائم، أو تحيل للمحاكمة إن شكلت نوع من ارتكاب الجرائم المخالفة للقانون. وبالتالي هي جهات التحقيق المنوط بها ذلك، لأننا دولة مؤسسات وليست قرارات إدارية، وبالتالي ما فيش تفرقة بين شخص وشخص. إذا سب أو قذف أو أساء إلى الآخرين أو الأمن العام أو النظام العام أو حرض، يتم التحقيق مع معرفة النيابة. أنت حضرتك شايف في المقطع اللي تم نشره على صفحته سيادة اللواء، هل يعد تحريضا وفوضى؟ سيادة اللواء، حضرتك سمعت معنا للجزء اللي نشره أحمد سعد، هل حضرتك ترى في أي يعني أي إحداث لإثارة الفوضى أو خلق ثورة جياع كما جاء في البلاغ؟ ليس الفيصل أن أرى أو أن ترى، ولكن الفيصل أن ترى النيابة العامة جهة التحقيق والمسؤولة عن التحقيقات هي التي ترى وتتحقق من ذلك. ولكن أنا إذا قلت يبقى وجهة نظر وليست جهة مسؤولة عن التحقيقات. ما أنا حابب أسمع وجهة نظر حضرتك، أنت شايف حضرتك اللي قاله أحمد سعد يعني يوضع تحت إطار إثارة الفوضى وخلق ثورة جياع، أم أن الرجل يعبر عن وجهة نظره؟ يعني هو يحذر، ولكن قد يحتمل كلامه السخرية وقد لا يحتمل السخرية. مع التحذير، هل هناك سخرية ولا لا، نيته ايه ما اعرفش، اللي لو اجرى معاه تحقيق واعرف كان يقصد ايه ونيته ايه. فان كان يقصد السخرية والإساءة وجب احالته الى المحاكمة. ان لم يكن فيها سخرية ولكنه يحذر فقط، بتبان بعد التحقيقات نيته ايه، لان يعني كل جريمة فيها ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي سمعنا إليه، الركن المعنوي لا يستطيع التحقق منه إلا بعد إجراء التحقيقات وتحت عيني وتحت أذني حتى أستطيع أن أتبين نيته. نعم، أشكرك شكرا جزيلا اللواء مجد شاهد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أستاذ خالد إسماعيل، يعني واضح أن الدولة تشجع بشكل أو بآخر فكرة أن يقدموا الناس محاضر وتقدم بلاغات للنيابة بتهم، كما تعرض محمد عادل، يتعرض أحمد سعد، هو فنان ومشهور وكان يعني يغني لهم، الآن
يتعرض لفكرة أنه يثير الفوضى ويخلق ثورة تشريع. الحقيقه يعني خليني اقول لحضرتك، هو اللي انا ما بقتش خلاص استبعده دلوقتي ان تتفرض ضريبه زي ما قال احمد سعد، يعني ما بقتش مستبعد تماما ان يتم فرض ضريبه على السعاده والانبساط. هو دي الحاجه الوحيده اللي مش لوجيك، اللي انا لسه ما تمش تطبيقها في مصر، يعني حاجه غير منطقيه تماما ان يتقدم بلاغ في واحد حط فيديو على الفيسبوك عنده او فيديو سجل فيديو بس مباشر بيقول فيه افرض ضريبه او الكلام ده كله يعني، والسؤال اللي هو بيقول هنشوف النيه بتاعته، اذا كانت النيه بقى هو كان قاصد ان هو ينتقد ولا قاصد ان هو ما كانش يقصد كده والكلام ده كله. احنا يعني للاسف الشديد ما بقاش فيه يعني حريه الراي والتعبير انتحلت تماما في مصر. شفنا قبل احمد سعد، شفنا احمد الجرحي تم القبض عليه، وشفنا فرقه اطفال الشوارع، شفنا شادي ابو زيد، شفنا احمد مالك، ومن قبلهم عمرو واكد وبسمه وخالد ابو النجا، وشفنا سحب ترخيص فيلم كارما مؤخرا. وبالتالي ما بقناش نستبعد حاجه خالص. انا بقول لحضرتك اللي انا مستبعده تماما دلوقتي انه الكلام اللي قاله احمد سعد اللي ممكن النظام ياخده كمقترح ويبدا يطبقه، يعني اذا كنت بتتكلم على ان في واحد عاوز يحاسب الناس على استخدامهم للفيسبوك وفي نفس الوقت بيسجنهم بسبب الفيسبوك، فما ما استبعدش تماما اي حاجه غير منطقيه تحدث، ان خلاص كل الغير منطقي في مصر حدث. يعني اذا كنت حضرتك دلوقتي بتتكلم، حد كان يتصور بعد 25 يناير ان احنا ممكن نحاسب حد عشان خاطر كتب تغريده على الفيسبوك وعلى تويتر بينتقد فيها النظام؟ لا، احنا دلوقتي بقينا بنشوف الكلام ده بقى طبيعي خالص، بقى من طبائع الامور، بقينا بنوجه التهم ديت بشكل. يعني سياده اللواء قال لي انه في ترويج للاكاذيب بدون ما يقول لي ايه هي الاكاذيب ديت، بدون ما التحقيق نفسه يقول ايه هي الاكاذيب اللي روجها محمد عادل مثلا. يعني سياده اللواء قال ان في تحريض على مقاطعه منتجات، هل دي بقت تهمه ان انا بحرض على مقاطعه منتجات؟ دي تهمه. حضرتك امامنا جميعا في تجربه عظيمه جدا تمت بعيدا عن الاردن والتظاهرات، في تجربة مقاطعة عظيمة جدا لثلاث منتجات حصلت في المغرب، وبالتالي التجارب ديت احنا المفروض ان احنا نبص عليها. يعني دي دول محترمة، أنظمة محترمة بتحترم شعبها وبتستجيب لضغوط شعبها. لما الشعب المغربي دعا لمقاطعة منتجات احد هذه المنتجات تابعة للمقربين من القصر او من الملك ملك المغرب، ما حدش قال له انت بتعمل كده ازاي وحبسه، او قال له انت بتحرض على المقاطعة. بالعكس تماما، بعد بعديها بأسابيع الحملة نجحت والحكومة اعتذرت للشعب وصلحوا الموضوع. نعم. وبدأوا ان هم يعيدوا الامور لمسارها الطبيعي خالص بعد ما الشعب حس بيه انه في فساد وانه في سرقة. ابقى معي خالد، احنا عندنا في تجارب رسمية. نعم، ابقى معي خالد. سيد محمد جميل، يعني جبهة شباب الصحفيين نقابة المهن الموسيقية طلبت بوقف بإيقاف احمد سعد، والغريب أن هيثم طوالة هو رئيس الجبهة قال بشكل واضح في البيان الذي أخرجوه أن السؤال الذي يفرض نفسه ويقول هذا في البيان ويسيطر على الشارع المصري، هو يتحدث باسم الشارع المصري، هل قبض المطرب ثمن مجاملته ودعمه لجماعة الدم والخراب؟ هو في إطار أن ما قاله أحمد سعد الفنان أحمد سعد يعني يلمح إلى تداخل مع جماعة الإخوان المسلمين، وأنه قبض ثمن هذا الأمر. يعني لماذا أصبح الآن كل من يعبر عن رأيه شيطان بشكل من الأشكال ويقدم أنه يتعاون مع جهات تتهم الحكومة أنها تعمل ضد مصلحة البلاد؟ يعني الـ يعني مسألة النظام ومسألة البوليسية، الشيء الغريب أنها يعني تتبنى من قبل كيانات نقابية. يعني الأصل أنه هذا الكيان النقابي بالفعل هم مطربين وطبالين، يبدو طبالين للنظام يعني، وليسوا مدافعين عن إنسان ينتمي إليهم. الأصل يصدروا بيان يطلبوا فيه الإفراج عن هذا المغني الذي أبدى رأيه بكل سلمية وبكل لطف وبكل رومانسية. الأصل أن يشكروه كما تقدمت، كلماته جدا لو قدمت لصاحب ضمير، لصاحب قرار،
حتما إذا كان صاحب هذا القرار أخطأ في رفع الأسعار وفي كذا، هذه الكلمات ممكن أن تحرك مشاعره ويذهب لكي يجد حلولا أخرى من أجل التخفيف عن الناس. لكن هذا نظام يبدو صابه السقم، ينتظر الداهية التي ستأخذه، ينتظر هذا الشعب المصري ليثور حتى يجرفه ويتخلص من نظام لا يريد أن يسمع لا لحرية تعبير ولا لمظاهرات سلمية ولا لغير، يريد بشرا صم بكم عمي ويبصمون على كل شيء ويؤمنون على كل شيء ويساقوا كالشياه إلى مذبحهم دون أن يقولوا لا. هذه النوعية من الناس يعني غريب جدا أن تقوم نقابة بمهاجمة أحد أعضائها لأنه أبدى رأيه في يعني لو عرضت هذه الكلمات على كل محاكم الأرض، لو عرضت على محاكم الحيوانات في الغابات لأقرت. لكن الحيوانات التي في تحكم وتقود في مثل هذه الأجواء في هذا البلد الكبير نتحفظ على هذه الألفاظ سيد محمد جميل. ويتحول حرية الرأي والتعبير إلى مساس بالأمن القومي. نعم. سيد محمد ابقى معي وتحفظ على هذه الألفاظ. ابقى معي سيد محمد. نحن الآن في الدقيقة 34 من المباراة التي تدور حقها في روسيا بين مصر وروسيا، ما زال التعادل حتى الآن ساريا.